السنة المتابعة، إذا كبر فكبروا، لا تسابقه ولا تتأخر عنه ولا توافقه، يعني لا تسبقه بالركوع ولا تتأخر عنه بالركوع ولا تركع معه، لا ركع اركع. متى تعرف؟ إذا انتهى صوت الإمام، يعني الآن مثلا سأركع أنا، الله أكبر، لما ينتهي صوتي اركع، سمع الله لمن حمده، لما ينتهي صوتي ارفع، هذه علامة المتابعة.